الموضوع تاع البطالة وهذا الموضوع تاع دعم شبابنا أرانا مرتكزين فيه على آلية تمويل جديدة. التمويل الأول هو تحويل صندوق الزكاة إلى بنك للزكاة يساهم في منح قروض لا ربوية، في منح قروض بالصياغة الإسلامية لشبابنا وشاباتنا باش يديروا مؤسسات مصغرة. وعندنا أيضا هذا صندوق وبنك الزكاة والوقف نساهم فيهم بأننا نوفر مصادر تمويل للتكفل بواقع المرأة اللي تحتاج إلى إعانة، المرأة الماكثة في البيت والمرأة اللي عندها صعوبات والصندوق تاع المطلقات ومختلف الصناديق لتناول بعض الملفات الاجتماعية الخاصة بالمرأة. وأيضا يا إخواني هذه التوجهات وهذه الفرصة اللي رانا دايرينها هي من أجل تكريس إصلاح اقتصادي عميق من خلاله نشجع المستثمرين ونشجع الصناعيين على توسيع النسيج الصناعي وجعل هذا النسيج خادم للوطن وجعل هذا النسيج نسيج يساهم في النمو ويساهم في الدخل الخام ويساهم في أن المؤسسات تعود منتجة للثروة وموفرة لمناصب الشغل. في توجهاتنا الكبرى أننا نعتمد في توزيعنا وفي إصلاحنا الإداري وإصلاحنا الإقليمي اللي حابين نتوجه به للبلاد بأننا نحيي بعض المدن نجعلها مدن اقتصادية وأقطاب اقتصادية، المدن اللي فيها حركية اقتصادية كبيرة نعطوها خصائص تنظيم خاصة بها كما هو في العالم كامل، العالم كامل العالم المتقدم العالم النامي عنده المدن اللي فيها نشاط اقتصادي واللي فيها نشاط فلاحي وفيها نشاط زراعي يصنع لها قوانين خاصة تسن على مستوى المجالس المحلية وربما تسن حتى على مستويات مركزية ولكنها تراعي الحركة التجارية والاقتصادية والصناعية والفلاحية الخاصة بتلك الولايات وتلك المدن. ولاية البرج مؤهلة واش تكون قطب صناعي كبير. هذا هو برنامجنا، برنامج الفرصة، هو فرصة للشباب وهو فرصة للنساء وهو فرصة للإطارات وهو فرصة للصناعيين وهو فرصة للفلاحين وهو فرصة للإعلاميين وهو فرصة لكل الجزائريين والجزائريات وهو فرصة لأن تبقى الجزائر في حضن انتمائها وفي حضن وسطيتها وفي حضن اعتدالها. ولذلك احنا نحتاج إلى هبة شعبية كبيرة نروح من خلالها ننتخبوا ونغلق الباب على الذين يريدون تيئيس الشعب وعلى الذين يريدون إفساد هذا المسار الانتخابي.